طبعا هنا ده البوستيرو هورن هتلاقيه جوه الايه الاوكسيبيتال بول، يعني ده كان البودي، هنا بقى البوستيرو هورن جوه الاوكسيبيتال بول. بنيجي احنا عشان نبين البوستيرور وول او البوستيرور هورن، ناخد قطاع في الحتة دي، ده بيبقى كورونال سيكشن at the level of the splenium of the corpus callosum، ده ال splenium of the corpus callosum. هيبان المنظر ده، ادي cerebral hemisphere وادي cerebral hemisphere وادي splenium of the corpus callosum. هو ده، خد بالك بقى الفايبرز بتاعت السبلينيوم بتروح جاية جزئين، جزء جاي كده يعمل الفورسبس ميجور، اتفقنا، من الكوربس كالوزوم فايبرز كده بتعمل فورسبس ايه ميجور، وهي جاية تعمل الفورسبس ميجور بترفع الحتة دي، فالجزء العالي ده اسمه بلب اوف ذا بوستيرو هورن، يعني وده فورمد باي ذا فورسبس ميجور او السبلينيوم اوف ذا كوربس ايه كالوزوم. تيجي الجزء التاني من السبلينيوم يطلع كده، يعدي يعمل الروف واللاترال وول والفلور بتاع البوستيرو هورن، يعني البوستيرو هورن الروف واللاترال وول والفلور متكون من الفايبرز اللي لفه دي، فايبرز اللي لفه دي اللي جايه من السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم دي بنسميها تابي تم. يبقى البوستيرو هورن ده موجود جوه الاوكسيبيتال بول، وده متكون من روف ولاترال وول وفلور، عملتهم حاجه اسمها ايه التابيتم. الميديال وول في اتنين اليفيشن، اليفيشن سببه السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم اسمه بلب، واليفيشن سببه هذا السالكس اللي هو كالكراين سالكس، دخل كده ورفع دي الحته دي بيسموها كالكر افيس. يبقى الميديال وول متكون من حاجتين، البلب وده اللي كونه الفورسبس ميجور والكالكر ايه افيس. نفس الكلام هنا موصوف هنا، ادي البوستيرو هورن اهي، الروف واللاترال وول والانفيرور هور والفلور متكون من الايه التابيتم، لكل ده الروف واللاترال والفلور متكون من التابيتم. نيجي بقى الميديال وول، في بلب ودي عملها الفورسبس ميجور اللي هو ده او السبلينيوم، ده اللي رفعها، والحاجه التانيه الجزء اللي ورا ده اسمه ايه كالكر افيس، يبقى هنا ده الميديال ايه وول، يبقى ده البوستيرو هورن اوف ذا لاترال